من القاهرة مع لواء عادل عمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا السيسي يقول ما حدث يزيدنا صلابة وقوة وإرادة للتصدي للإرهاب. قوات المسلحة والشرطة المحلية ستفأر خلال الفترة القليلة القادمة. ماذا نفهم من هذا عسكريا سيد عادل؟ كيف تبعت ما قاله السيسي؟ اعتقد ان مصر لا تنسى ابنائها، نحن نعزي نفسنا وانفسنا وبنعزي الشعب المصري كله بل والعالم العربي وكل الشعوب المحبه للسلام. احنا بنعزي هؤلاء في شهداء اليوم. عناصر ارهابيه ومهما تعمل ومهما تنفذ من اعمال ارهابيه لا تزيدنا الا اصرارا، ويمكن ده نتاج لاعمال ايجابيه نفذتها فعلا القوات المسلحه المصريه والشرطه المدنيه من خلال قوات تنفيذ القانون من ضربات استباقيه ناجحه. النجاحات اللي تم نفذتها الخارجيه المصريه والمخابرات المصريه والشرطه المدنيه المصريه المتمثله في الامن الوطني من كشف خلية تجسس تركيا كانت بتتجسس على العناصر المصريه. اعتقد ان كل ده ليه دلالاته. التهدئه في الجنوب السوري والمصالحه الفلسطينيه لها سبب ولها مبرر ان يتم مثل هذا العمل. الموقف في ليبيا وتهدئته، العناصر، الموقف بالنسبه لقطر، التهدئه في الجنوب السوري، كل ده مع بعض يا فندم يؤكد على دلالات معينه لا تغيب عن ذهن الحاضر ان هناك مؤامره خبيثه خسيسه تستخدم فيها ادوات من بعض العناصر الارهابيه داخل مصر بتحاول تدوج لنفسها مساحه. تضييق الخناق من قبل العناصر قوات انفاذ القانون وتكثيف مصادر التمويل ده يمكن سبب رئيسي لشكل العمليه الاخيره والتطور النوعي فيها. نعم. لان طبعا جفت المصادر، فبالتالي العمال المتفرقعات والعمليات المركبه بقت اصبحت من الصعوبه بمكان. فالان اصبح الموضوع عباره عن اربع عربيات، اربع مركبات، وتوفر اسلحه فرديه، يعني اسلحه عاديه. بالتالي يستخدمها لا في التجمع، التجمع ده من قرابه 300 400 مصلي، اما يستهدفوهم باطلاق الرصاص من خلال الابواب المختلفة. صحيح، تفجير قنبله بعدين تم اطلاق النار. يعني بالظبط، يعني ما عايز اوضح لحضرتك ان العمليه بقت ببساطه شديده، يعني اسلحه مخفضه مش عبوات كامله ولا عربيات مفخخه تستهدف المنشاه ولا حاجه زي كده، لا. طيب دلاله على تكثيف المنابع. نعم، ما علمناه بانه سيد عادل هناك طبعا حاله طوارئ ان كان بالقاهره من قبل وزاره الداخليه او بسيناء ايضا، وفي اجراءات امنيه مكثفه جدا اليوم، ولكن بعد هذا الاجتماع ماذا نتوقع بعد اجتماع السيسي مع وزيري الدفاع والداخليه ورئيسي المخابرات العامه والحربيه؟ وما قاله بعد الاجتماع يعني يختصر بانه سيتم التصدي ستفأر القوات المسلحه والشرطه المحليه خلال فتره قليله القادمه. كيف يمكن ان يعني باي شكل يكون هذا الثأر؟ استار للشهداء واستعاده الامن والاستقرار خلال الفتره القادمه في المنطقه المهدده اللي هي منطقه الجزء البسيط من جزء من شمال سيناء. كيفيه هذا الموضوع تتاتى من خلال خطه امنيه محكمه، استراتيجيه جديده تبقى مرنه تتعامل مع الواقع الجديد باستهداف بعض العناصر اللي هي بتحاول تحدث ثقم داخل الدوله المصري، داخل الشان المصري والداخل المصري، جت حاله من عدم الاستقرار داخل الداخل المصري، فبالتالي التعامل معها هيبقى وفق الاستراتيجيه لهذا التغير النوعي في هذه العمليات. نعم. الجزء الثاني يا فندم تكثيف المنابع والاستمرار في تكثيف المنابع اضافه الى العمل المخابراتي والامني اللي بيستهدف كل عناصر التمويل اللي بتحاول توصل رسائل معينه للداخل المصري من خلال هذه العناصر الارهابيه. يبقى العمليه لها شقين، شق امني وشق توعوي وشق تنموي، او ثلاث اجزاء. نعم، اقتصادي وامني وتوعوي. الشق التنموي الشق التنموي يتمثل في ما يتم من مشروعات الفكري، هو مخاطبه الفكر بالفكر والعقل بالعقل واستخدام العناصر المدربه من عناصرنا من القوات المسلحه والشرطه من خلال انفاذ القانون في التعامل مع هذا. انا اشكرك جزيلا على المشاركه معنا من القاهره لواء عادل عمده مستشار اكاديميه ناصر العسكريه.